السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة اليوم اللي غادي نشوفوا فيها طريقة توصيل العوامة الكهربائية أي الفلوتور، تابعوا معنا الفيديو إلى نهاية الحلقة لكي يستفيد الجميع، وشكرا لكم على الدعم ديالكم، وما تنسوناش من لايك وتعليق، شكرا جزيلا لكم. فيما يخص العوامة الكهربائية، العوامة الكهربائية بالداخل ديالها فقط انتريبتور دو فانت كورس، دونك هنا عندها فقط في الوسط ديالها فانت كورس وواحد لابي وميكانيزم كي دفع داك لابي كتمشي وتشونجي يعني نقاط توصيل ديال الفانت كورس. الفانت كورس عنده يعني نورمالمون كونيكتين ونورمالمون اوفير، عنده جوج ديال المفاتيح، واحد مغلق والاخر مفتوح، وهو هذا الكابل ديالها، دونك واحد مفتوح وواحد مغلق، دونك واحد مغلق وواحد مفتوح. الان غادي نشوفوا طريقه التوصيل. بالنسبه للاستعمال ديالها دائما ما كنستعملوها في الخزانات المائيه، يعني دائما لي شاطو ديال الماء. طريقه ديال التوصيل بسيطه جدا. الان غادي نشوفوا التغذيه، هذا هو السلك ديال التغذيه فازو نوتر 220. غادي نجيب النوتر مباشره قبل ما نمشي، عندي هنا كونتاكتور باش نعرفوا السينياليزاسيون ديال الحركه ديال هاد العوامه الكهربائيه. دونك هنا النوتر جيتو الادو الفاز الا ان، الفاز شانتيتو مع بول واحد ديال البويسونس، والنوتر شانتيتو كذلك مع البويسونس باش يخرج لي 220 ونشوفو لومب دو سينياليزاسيون. الامر واضح وبسيط. الان النوتر غادي نجيبو مباشره الادو كيف تشوفوا معايا هنايا، كنجيبو مباشره الادو والفاز كيمشي ليا العوامه الكهربائيه، وعاد كيدير روتور ويرجع ويجي ليا مباشره الا ان باش نتحكموا العوامه الكهربائيه، هي اللي تحكم ليا في لابون في الكونتاكتور، والكونتاكتور بدوره هو اللي كيتحكم ليا في لابون. اذا هنايا غادي ندي النوتر مباشره الادو، بينما الفاز هو هذا غادي يجي ليا، ندير واحد الدومينو وغادي يجي ليا العوامه الكهربائيه. هنايا الازرق والاسود خديت لان هذا عندي راه في النيفو هو، كنت عاديرها في النيفو با، دونك غتاخذ الاسود والمارون اي البني. اذا غيجي لهنا الازرق بحال حيت هذا غير كونتاكت. راه درنا فانت كورس حلقه عليهم كثيره، دابا نخليكم رابط في صندوق الوصف تابعونا. بينما الاسود غادي يمشي مباشره للا ان، وهكا غادي نكون سالس. الان غادي نطلق التغذيه ونشوفوا ماذا يجري. دابا الان طلقت التغذيه في هذه البوزيسيون ديال العوامه، يعني الشاطو راه خاوي. الان اكسيتا ليا الكونتاكتور بواسطه هاد العوامه الكهربائيه، البومب شاعله، دونك هاد لومب دو سينياليزاسيون هي لا بومب، دونك لا بومب شاعله 220، كانت عندك 380 دونك غيكون عندك 380 في لي 3 فاز. الان لا بومب خدامه، الشاطو كيعمر، النيفو ديال الماء غيطلع ليا، غيوصل ليا النيفو هو اي المستوى الفوقاني، دونك شنو غادي يوقع؟ دونك هادي كتقلب، دونك كيقطع ليا الكونتاكتور، كطفى ليا لومب دو سينياليزاسيون هي لا بومب، دونك هادي هي ديالنا لا بومب. الان تقطعت، غادي يهبط المستوى ديال الماء على النيفو الاعلى اي النيفو هو، دونك شنو غادي يوقع؟ دونك لما يهبط غادي الدور هادي، دونك يتاكسيتا الكونتاكتور. دونك الامر بسيط وواضح جدا. هناك طريقه اخرى ديال من ديال الماء عندك انت امبريسي، يعني جايب لا بريسيون يعني من الشركه ديال المكلفه ديال الماء والتطهير. انت فقط عندك الشاطو كيعمر يعني من الشركه ديال الماء والتطهير، انت كدير واحد الالكتروفان قبل الشاطو ديالك باش تقطع على يعني لما يوصل لك المستوى الفوقاني يعني الاعلى، دونك هذا الالكتروفان ديال الماء هو اللي غادي يقطع لك. الطريقه غادي نشوفوا كذلك ديال الكابلاج ديالها حالا. نقطع التغذيه اولا، ماذا يعني شنو غادي ندير؟ دونك غادي ناخذ الالكتروفان اللي عندي هنايا، الالكتروفان كيف كتشوفوا معايا هنا في الصوره اسي 220، غادي ناخذ النوتر والفاز،
دونك الكونتاكتور دابا مابقاش شغال، فقط غادي نخدمو بالالكتروفان ديال الماء. الفاز كيجي لي دائما العوامه، ولا غوتور ديالو يعني الخروج ديالو هو اللي غادي يمشي ليا الالكتروفان، كيف غادي تشوفوا معايا هنا في الصوره. والنوتر غادي يجي ليا مباشره، هذا هو النوتر كيجي ليا مباشره لهذا المكان هذا اللي غادي ندير فيه النوتر. غنديرها في هذا السويتش ديال من ديال الالكتروفان، كيف تشوفوا معايا هنا النوتر غادي نوصلوا للالكتروفان باش تاكسيتي ليا البوبين باش تخلي ليا الماء يدوز في الالكتروفان ديال هذا الماء. بالنسبه للفاز جالية دائما كيبقى غادي الفلوتور، والسورتي ديال الفلوتور يعني هو اللي غادي يجي ليا الالكتروفان، باش الفلوتور دائما هو اللي كيتحكم ليا، هو اللي كيتحكم ليا واش يطلق الماء ولا لا. دونك هو اللي يتحكم ليا في الالكتروفان. اذا هنا غادي ندير الفاز اي الروتور ديال الفلوتور، روتور دو فلوتور. شكرا على الدعم ديالكم وتحياتي للجميع، شجعونا الله يجازيكم بخير. اذا هنا غنكون ساليت النوتر كيجي لي مباشره الاخوه، النوتر كيجي مباشره للسويتش ديال لابوبين الكتروفان، الفاز كيمشي لي للعوامه، والروتور ديالو هو اللي كيجي ليا للالكتروفان. اذا هنا غنكون ساليت، غادي ندير لابوبين في المكان ديالها مع السويتش، وغادي نركبها ليا هنا. اذا غادي نطلق التغذيه في هذه الحاله، هذه غادي نطلق التغذيه. دونك كتاكسيتا ليا كيف كتشوفوا معايا، كتاكسيتا ليا لابوبين، واضحه الصوره. لما يوصل المستوى دابا هذه راه شغاله، دونك لا بومب خدامه. دونك لما يوصل عفوا الماء يعني راه داخل هنايا في هاد الالكتروفان، دونك الماء راه كيتمرر. لما يوصل المستوى يعني النيفو هو الماء، دونك هذه غادي تقلب، شنو غادي يوقع؟ تغير النقاط التوصيل ديالها، دونك كتقطع ليها الالكتروفان، دونك الماء ما كيبقاش داخل. دونك كيبقى يعني انت كتخرج الماء من داك الشاطو، لما ينقص الشاطو ويطيح على النيفو ديالو الاعلى اي النيفو هو، شنو غادي يوقع؟ دونك غادي تاكسيتا مره اخرى. دونك هذه هي حلقه ديالنا ديال اليوم ديال العوامه الكهربائيه ايلو فلوتور. شكرا لكم جزيل الشكر، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.